مرحبا، كيفكم؟ فيديو اليوم رح يكون عن اخبار وصور التحديث القادم. طبعا جايز اخيرا وصل الايميل تبع التحديث القادم وفي فكرة التحديث القادم وكل الاشياء اللي رح يكون في التحديث القادم. فرح نقرأ الايميل اليوم افرجيكم الصور الجديدة اللي وصلت بالاشياء وكله، يعني فكثير كثير حماس. طبعا جايز ايميل في كثير اشياء حلوة بتجنن، في ملابس وفي اشياء كثير حلوة، وفي كمان حيوان جديد، وفي هيك اوتفيتس جديدة وبلوزات، يعني تي شيرت جديدة. فاشتركوا بالقناة وحطوا لايك ويلا على طول نبدأ. اولا جايز ملابس النينجا قادمة، النينجا قادمون. واو، لم ارى نينجا حقيقي من قبل، فاستعد لارتداء مثل شينوبي الحقيقي وعيش مغامرات فريدة في بيكي اكس دي. فجايز رح يضيفوا ملابس نينجا ورح يضيفوا الحركة اللي بيعملوها النينجا، فكل رح ينضاف التحديث القادم. شوفوا جايز نفس الملابس تبع النينجا والأشياء، فكثير حلوة. الشيء الثاني جايز انه رح يكون في حيوان أليف جديد، بس مو أي حيوان، حيوان كثير بجنن من جماله جايز، كلر كثير كثير حلو. حيوان المهر أو مو يونيكورن، اسمه المهر. فانه هذا الحيوان قاعد كثير كثير حلو، في كان كرتون ماي ليتل بوني كثير كثير بجنن. فهذا الحيوان راح يكون كمان قادم للعبة بيكي اكس دي، وبالاضافة كمان جايز لقطعة اثاث خارجية جديدة. هل تحب الايس كريم؟ بعد كل شيء من لا، ليس كذلك؟ عشاق الايس كريم ابتهجوا قطعة اثاث خارجية جديدة قادمة لمنزلك. فالتيشيرتات الفائزة أيضا قادمة. طبعا جايز هاي التيشيرتات كانوا عاملين بيك اكس دي مسابقة تبع رسم وأحسن تصاميم تيشيرتات بتعجبهم رح يضيفوها في لعبة بيك اكس دي. فهاي التيشيرتات الفائزة في هذه المسابقة فرح يضيفوها لعبة بيك اكس دي. هذا كل شيء.